باش الحرة غزالة ما شاء الله، جاية في الصفر وفيها الدوغي، القرونة، الخديدر، هذا السم الحر، عم خدومة بالسم الحر، غزالة غزالة ما شاء الله، يعني كتشعل غير بوحديتها. هادو نقيين ما مستعمليش، يعني جداد لامط ما مستعمليش. هادو جوج ديال لامطات فيهم 2 متر و10 في الواحد، كيجيو وافيين، وراه زايدين الميتراج على ديال 70، هما وافيين هنا، يعني ممكن يتلمطو حتى ستادر ديال 80، يعني فيهم العرض وافي، وفيهم 4 ديال المخدات، وحده ديال 90 هكا مخدومه بالباتشوا، والاخرين على هذا الشكل، هذا كيجيو فحال الشكل ديال التيكوزا، يعني هما كبيبرين، اللي بغاتهم غتحلق عليهم، غادي تزيد تخدمهم. المهم هذه راه البهجه الحره ديال الحرير، ها هي كي كتشوفوا ما شاء الله على جماليه، غزالين تبارك الله. هاد الليمطات فيهم 2 ليمطات و4 ديال المخاد، اللي بغاتهم ممكن تزيد عليهم، تدخل عليهم الايني سامبل في الديبار ولا في الوسط، وتخرج منهم 2 ليمطات اخرين ولا 3. المهم بالنسبه للثمن كنطلب فيهم 500 درهم، جدادين ما مستعملينش. البهجه الحره الاولى، ها هما، ها هو الطلميط الاخر، باش تشوفوا الظهر ديالو كيفاش داير، تبارك الله ما شاء الله غزالين، ها هو الظهر ديالهم، غزالين غزالين ملكيين، يعني شي حاجه هماويه. الذوق الرفيع، هادو ديال الناس العشاقه، يعني ديال شي جليسه، ديال شي مناسبه، ما شاء الله كيجيو يعني راقين. بالنسبه هادو كيمشيو معاهم هاد جوج مزيودات بحال هكذا، يعني اللي داتهم غنعطيهم معاه، هادو جايين معمرين هكا، حتى هما ديال التوب ديالهم ديال البهجه، معمرين هكا، فيهم هاد الباج والطوغي والغوز، واخا راه ماشي معاهم، ولكن نكمل ليها الجليسه اللي داتهم تاخذها معاهم بصحتها. بالنسبه للثمن كي قلت لكم 500 درهم، اللي بغاتهم تواصل معايا على 07 71 24 80 85، والارسال راه لجميع المدن، ومرحبا بالجميع. السلام عليكم اختي صاحبة القناة، كي دايره؟ بخير، لاباس عليك؟ الامور مزيان اختي. بغيتك تعاودي تلوحي ليا هاد المضارب، انا غدا نزيد نقص في الثمن. المهم كنت طالبة 1500 درهم، دابا انا نطلب 1400 درهم. راه مضارب مزيانين وباقين بحالة جيدة، هما مقادين زعما ما فيهم لا اعوجاج ولا حتى شي حاجة، هما باقيين مزيان، اللي بغاهم يجي يشوفهم. هاهم اختي، هاهم نعاود نعطيك الميتراج، 5 ديال المضارب، العرض 60، الميتراج 2.90، واحد فيه 1.55، وثلاثة فيهم 1.62. هاهم 5 ديال المضارب، الحاله مزيانه بزاف، اللي بغاهم غادي يجي يشوفهم. الثمن 1400 درهم، هما كيفرشوا صال على قدها، هما 5 ديال المضارب. تليفون 06 64 55 50 08، سيدي مؤمن، الدار بيضاء، الدار بيضاء، سيدي مؤمن، 06 64 55 50 08. وشكرا اختي صاحبة القناة، شكرا لي خطيك اختي. السلام عليكم اختي، عفاك اختي، عندي واحد 5 سدادر هاما، اختي راهم نقيين، ما فيهم حتى شي حاجة ديال العود، عود شوك. اختي ها البلانش ديالو نقي، هاهم اختي، 5 هاهم اختي،
هاو الاخر فيه الكوطي، الكوطي انت يا اختي. ها العود كيدير نقي، ما فيه حتى شي حاجه ديال العيب. ها اختي العرض 60، ها اختي العرض 60 انت اختي. ها البلانش ديالو راه خليط صحيح، اللي بغاه مرحبا به. الثمن 1200 درهم اختي. الفوقاني هذا فيه مترو و75، اللي تحت منه فيه مترو و80، الاخر فيه مترو 90، وهذا فيه 2 مترو و 2 مترو و اختي عبار فيه 2 مترو 10، واحد فيه 2 مترو 74، تحتاني كاع فيه 2 مترو 74، فوقاني فيه 2 مترو 10، فوقاني فيه مترو و 2 مترو 90، هذا فيه مترو 80، وهذا فوقاني اللي فيه الكوطي فيه مترو و 75. هما اختي اللي بغاهم مرحبا به. الثمن 1200 درهم. اربع خمسه سدادر عود شوك، العرض 60، الثمن 1200، الهاتف 0 40 15 34 74، كازا الحي محمدي العبار 2 و 74، 2 و 10، مترو 90، مترو 80، مترو 75، هذا راه قريب مترو 80، داري 75. الحي محمدي كازا دار بيضاء اختي، اللي فيه الكوطي فيه مترو و 75. شكرا، بغا شي حاجه مرحبا بي. السلام عليكم، كي داير اختي لاباس عليك؟ انت اختي عافاك، هادو راه ديجا حطيتهم عندك. المهم راه جات هضرات معايا واحد السيده عليهم وخليتهم ليها، وفي الاخر ما بقاش كاع تجاوب حتى على تليفونها، وشحال من واحد عيط ليها اليوم وانا عطيتها الكلمه ما بغيتش نخوي بها. المهم الله يجازيكم بخير، اللي ناوي يشري بالمعقول هو اللي يتصل بيا، اللي باغي غير يتفلى ولا يبقى يضحك على الناس من احسن بلا ما يتصل بيا. الله يسهل عليكم، راه حشومه هادشي اللي كديرو والله. بحال هاد السيده هادي راه ضروري غتكون تتشوف فيا، الله يهديك، هادشي اللي نقول لك. المهم اختي هانتي ما مخيطين حتى شي حاجه، اللي بغاهم ان شاء الله راه يخيطهم. هانتي اختي هادي راه مبرا جالاكسي، انت اختي ديال بروميان شوار، هاد السقلي ديالها ما كيتمحى ما والو. المهم اللي بغا ان شاء الله راه كيخيطو، ما خياطه سامبل حقاش هما تبارك الله عاطين منظر راسهم. انت اختي اما في الخضر ملكي، انت الطلميطه ديالهم راه فيها 10 مترو. انت اختي قرب لك باش تشوفي، المهم اختي راه فيهم 14 مخده، راه ما مخيطينش. كنعاود نذكر ما مخيطينش، حقاش شحال من واحد نذكرت بلي ما مخيطينش، كيعيطوا لي كيقولوا لي لا بغيناهم مخيطين. المهم انا راه ما كنخيطش، هادو راه ما مخيطينش، اللي بغاهم ان شاء الله يخيطهم على حساب اللي عنده. المهم اختي كاينه 10 متصوله وكاينه 14 مخده، في المجموع ديال التوب كامل فيه 20 مترو. المهم الثمن اختي طالبه فيهم 800 درهم، ونيت السيده اللي هضرت معها خليتهم لها ب 700 درهم. المهم اخر ثمن هو 700، اللي ان شاء الله باغيهم ها هما ان شاء الله موجودين. المهم نمرة التليفون 07 70 28 22 35، كازا برنازيل. شكرا اختي والله يجازيك بخير. كاينه 8 كيلو، كاينه 7 كيلو، هادي راه 6ème سونس ديرنيير جينيراسيون ديال الويربول، شي 6ème سونس اخر في ديتكتور ديال الكيلو، في ديتكتور ديال الوسخ، هذه فيها الفابور تنشال تتسخن لك الحوايج. ان فات نشريهم تيضربهم شويه تقدر تنشفوا. ساكن السلام عليكم اختي، عافاك الا ممكن تحطي لي هاد الناموسية عندك في القناة، بغيت نبيع غير الكادر وفيه كوان واحد ديال طابيسي. المهم هذا راه من النوع المزيان، فيها جوج سدادر، هادو راه ماشي بحال هادوك ديال الكارطون تقيسيها وتثقب ليك ولا شي حاجة، هادي راه صحيحة زوينة. المهم هادي راه خديتي غير في الاول ديال الشهر، شهر دابا تقريبا باش ضاربه عندي. ها كيفاش داير من لتحت. المهم ما نقدرش نوريكم السدر لان حتى فوق منها الماطلون، الماطلات ثقيله شويه،
اللي بغات ان شاء الله راه تجيون وتشوفها. المهم راه فيها جوج سدادر، وها هو الكوان. الكوان تا هو راه جديد، واللي بغاتها مرحبا. المهم بغيت فيها 1300 درهم، مدينة الدار البيضاء، أناسي 06 80 04 27 85. وشكرا اختي. عندي هاد الريدود البيع كيف كتشوفي معايا، تحتاني بوحديتو الفوقاني بوحديتو، بالسفيفه كتجي على هذا الشكل. السفيفه كروازي كتجي الريدو كروازي من الوسط. السفيفه ديالو هي هادي عندي اختي، تحتاني راه كيجي سامبل على هذا الشكل، فوقاني كيجي على هذا الشكل هذا. هانتي اختي هذه هي الخدمه ديالو، هي هذه. اللي بغاتو راه كيتواجد في مدينه الرباط. بالنسبه للعبار ديالو راه في يعني من الحديده حتى للحديده فيها 3 متر، ومن السقف حتى الارض فيه 2.5 متر. اللي بغاتو مرحبا، تواصل معايا على رقم التليفون اللي هو 06 73 02 26 04، مدينة الرباط. اللي بغاتو مرحبا. بالنسبة للثمن 3600، راه التحتاني بوحديتو بالسيفة اللي كتجي على هذا الشكل هذا. التحتاني سامبل والفوقاني فيه السيفة، الفوقاني كروازي والباندا ديالو الفوقانية هي هادي. التحتاني بالباندا والفوقاني بالباندا ديالو، كل واحد بوحديتو. ممكن انك تركبي غير التحتاني بوحديتو، ممكن انك تركبيهم بجوج. المهم اختي الثمن ديالهم 180 درهم ليا 3600، ما فيهم حتى شي عيب، ما فيهم حتى شي حاجه، باقيين نقيين ما مستعملينش بزاف. اللي بغاهم مرحبا، شكرا لك اختي، الله يجازك بخير. بالنسبه للناس اللي بعادين راه ممكن انني نصيفط ليهم، الناس اللي قرابين حتى هما يجيو مرحبا بهم، مرحبا بالجميع وشكرا لك اختي، الله يجازك بخير. السلام عليكم اختي، كديره لاباس عليك؟ واش مبروكه؟ الله يسهل عليك اختي، حط لي هاد المشايه. هانتي اختي كيف كتشوفي معايا، كتصلح بنيتات وليدات، راه فيها القياسات على حساب البيبي او البنيت او البنيته، فيها القياسات على حساب الرجيلات، يعني محدو كيكبر وانتي كتزيدي في القياس ديالها باش طوال. هي راه كبيره صحيحه، بقى مزيانه. الثمن ديالها هو 100 درهم. اللي بغاتها كتواجد في مدينه الرباط، رقم التليفون 06 73 02 26 04. لارسال ان شاء الله لجميع المدن اللي بغاتي حاجه بعيده راه ممكن نرسل ليها. كما كتشوفي راه صحيحه وكبيره، غتصور ما عطيهاش حقها. اللي بغا ان شاء الله يتواصل معايا على الواتساب، نصورها ليه كثر، عطي معلومات عليها. ومرحبا بالجميع وشكرا لك اختي، الله يجازيك بخير، اللهم يسر. السلام عليكم، كي داير اختي؟ لاباس عليك؟ بخير اختي. عافاك عندي هاد العصاره ديال القهوه، هي كيف ما كتشوفي معايا بقى جديده بالكرتونه ديالها، عمرها ما تستعملات. عندها الكاتالوج ديالها بالكريطينات، مسائلها كامله. اللي بغاتها تواصل معايا على رقم التليفون اللي هو 06 73 02 26 04. ندخل عندي ان شاء الله الواتساب، نصورها ليها مسائلها كامله. كتواجد في مدينه الرباط، الثمن ديالها هو 200 درهم. اللي بغاتها مرحبا، اللي بعيده او قريبه مرحبا، راه كندير الارسال لجميع المدن، يعني كنصيفط لجميع المدن. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، وشكرا لك اختي، الله يجازيك بخير.